واهم المشاكل ان في حاجات مش موجوده، زي مثلا انف واذن، زي جراحه فيها مشاكل كتير جدا. علما ان المحافظ دلوقتي بيلف على المستشفيات وبيطالب الدكاتره ان هي تبات في المستشفيات. لو حضرتك طلعت المستشفى فوق، دي مستشفى تكامل من ضمن 11 مستشفى، واتقلبت لمستشفى صحه الاسره او مركز صحه الاسره. حاليا دلوقتي حضرتك لو دخلتها مش هتلاقي فيها حاجه غير التطعيم. انا ممرضه هنا، بنبات 24 ساعه من 8 النهارده ل 8 تاني يوم، مفيش اي، مفيش اكل طالع لنا، كل حاجه على حسابنا، ومفيش امكانيات، حتى السكن مش مجهز تجهيز عادي. الحاجات اللي احنا بنعملها بنلم من بعضنا انا وزميلاتي وبنجيب الحاجات اللي ناقصانا، يعني هي يعني هي غير مجهزه. موضوع الميه، موضوع الميه في قريه تنبضي ده، المواسير دي تعتبر يعني من سنه 60 العالم بتشرب صرف مع الميه، مع الماء بتاعت الوحده المحليه. اولا المدارس هنا بايظه خالص، مفيش تعليم خالص، العيال بتيجي مقطعه بعضيها، لو في مدرس في قلب الفصل كويس العيال مش هتخانق مع بعضها. ابني بيجي من الشلفط مفيش مدرس في المدرسه خالص. ثانيا الطرق هنا، البلد هنا بايظه زي الزفت هنا ماشي، والطلبه العيال الصغيره بتيجي متبهدله من المدارس خالص. عندنا الميه وحشه، عندنا الجامع هيقع فوقنا واحنا بنصلي، عاوزين مدرسه ثانوي، عاوزين بلدنا تنعيدي واحنا وراه. والله المشاكل بتاع قريتنا احنا محتاجه نقطه اسعاف ضروري ونقطه مطافي. خدمه الصحيه، مستشفيات، خاصه المستشفيات الحكوميه، انا شفت بنفس الشباب بتموت قدام عينيا في المستشفيات العامه، مفيش عنايه، مفيش رقابه، مفيش شغل للشباب، والاطفال كلها راكبه تكاتك وبتاع، يعني حاجه الواحد حزين على الشباب وحزين على الطلبه وحزين على الاطفال الصغيره، معلش كلها متشرده، لا في شغل ولا في اي حاجه خالص. والصحه طبعا زي ما انتم عارفين مفيش علاج، يعني كل واحد بيتعالج، اللي معاه فلوس بيتعالج. احنا بالنسبه لنا هنا في عزبه السكري مفيش مجاري، نطلب المجاري ليه؟ بالنسبه لمشاكل البلد، الميه مشكله جامده بقى، الميه زي ميه البحر بنشربها بتبقى اوسخ من لون الكوبايه اللي بنشرب فيها. بنعاني من السلخانه بتاعتنا، السلخانه بتاعتنا في حته واطيه قوي وكل الميه بتنزل فيه ومش عارفين نبح فيه.